ننتقل الآن للأدوية المستخدمة بالإنعاش القلبي الرئوي. طبعا الأدوية بتنعطى بشكل روتيني عبر وريد محيطي، ما في داعي لنفتح وريد مركزي ونتعذب ونضيع وقت، وريد محيطي يكفي. في تعليمات لإعطاء الأدوية أثناء الإنعاش القلبي الرئوي مشان يوصل الدواء على الدوران بشكل كافي على القلب. يفضل ندفش الدواء بسرعة ونتبعه ب 20 سنتي سيروم ملحي بالوريد، ويفضل رفع الذراع بمقدار 10 20 يعني درجة بعد الدفش، يعني نرفع الذراع للأعلى بعد ما ندفش، وندفش 20 سنتي كمان سيروم ملحي. ما في داعي نوقف الإنعاش أثناء فتح الوريد أو أثناء إعطاء الدواء، ما في داعي، لا بالعكس هذا الشيء بيساهم بوصول الدواء بأسرع وقت. هلا في حال فشلنا في فتح الطريق الوريد يمكن نلجأ للطريق العظمي، نفس الفعالية بنجرى لكل الأعمار، ويعني إذا كان واحد بيعرف يشتغله 30 ل 60 ثانية فتح الطريق العظمي. إذا ما حسنا نفتح لا طريق وريدي ولا طريق عظمي ممكن نعطي على الطريق الرغامي. معظم الأدوية بتنعطى عبر الطريق الرغامي، رح نشوف مين هو الدواء اللي ما بنعطى عن الطريق الرغامي، لكن الملاحظة المهمة إنه لازم نضاعف الجرعة لما نعطي عبر الأنبوب الرغامي ونمددها بخمسة لعشرة سنتي سيروم ملحي ونتفشها عبر الأنبوب الرغامي. يعني لتوصل للأنبوب الرغامي بدها تمديد وبدها زيادة الجرعة مضاعفة الجرعة. المكان المفضل، الموضع المفضل للطريق الوريدي لإنعاش قلبي رئوي هو المرفق، يعني أقرب شيء على القلب، أقرب مكان ممكن فتحه يعني على قريب على القلب. يعني مثلا الأوردة هون الكعبري أو الزندي، أو عفوا يعني الأوردة القريبة من اليد البعيدة باليد عفوا بتكون يعني بعيدة، فهون أقرب شيء على القلب. ما في أبدا أي استطباب أو توصية بحقن الأدوية في القلب. ممكن إذا استحال فتح الوريد المحيطي نفتح وريد مركزي بالوريد الفخذي، ولازم يعني يوصى بعدم فتح الوريد المركزي القريب من الرقبة، لأنه هون راح يتداخل معنا مع التنبيب الرغامي، راح يتداخل معنا مع حتى التمسيد. إذا الوريد الفخذي هو أفضل شيء في حال فشل الطريق الوريدي المحيطي. في حال استحال فتح الوريد المحيطي أو حتى المركزي الفخذي ممكن نفتح وريد في الساق. الطريق العظمي طبعا قلنا سهل، هو بديل عن الطريق الوريدي. احيانا المرضى بيكون عندهم صدمه فما حسن نفتح لهم الوريد. افضل مكان، في عده اماكن للطريق العظمي، من مثلا الزنبوب، الكعبره، وحتى القص، احيانا الكاحل حتى. الافضل هو الاعلى وانسي الزنبوب. طبعا هاي المنطقه ممكن نستخدمها أثناء الاستلقاء المريض، نحط وسادة تحت الركبة. طبعا الموقع الأفضل هو أسفل الحديدة الزنبوبية، طبعا عرض واحد سنتي أو إصبع واحد أسفل الحديدة الزنبوبية. هاي الحديدة الزنبوبية، هاي الحديدة الزنبوبية أسفلها بواحد سنتي أو واحد إصبع. مننظف، نخدر بشكل موضعي، بعدين نوجه الإبرة بزاوية 45 ل 60 درجة باتجاه نقي العظم. نصل الإبرة بعد سحب دليل بسرنج 5 ملي مملوء بسيروم ملحي. طبعا نرشف لنتأكد أنه وصلنا لنقي العظم، بيطلع لنا شوية دم، وبعدين نحقنه بسيروم ملحي مشان إذا صار جلطة نتيجة سحب الدم يسلك الطريق العظمي، وبعدين نبلش نوصله على السيروم لنبدأ التسريب. في حال أمننا طريق وريدي نوقف طريق العظمي، يعني ممكن نحن طريق العظمي هو طريق إسعافي لكن له خطورة، يعني بيحمل اختلاطات مثل الانتانات، ارتشاح تحت الجلد والورم الدموي، فطالما حسنا نفتح طريق وريدي بنوقف طريق العظمي. ننتقل الآن للأدوية المستخدمة بالإنعاش القلبي الرئوي. أول شيء السوائل، إذا كان في عندنا نقص حجم، قصة نقص حجم عند المريض، نبلش تعويض السوائل الملحي والرينجر لاكتات. أما السكري فممنوع لأنه بيؤدي لنقص الصوديوم بشكل سريع، واللي هو يعني مشكلة عند المرضى الغائبين عن الوعي.
الأدرينالين هو دواء الإنعاش، كل حالات الإنعاش يجب أن تعطى الأدرينالين بأسرع ما يمكن، وهذا هو التحديث الجديد اللي نزل بآخر جايدلاين، أنه لازم بأسرع ما يمكن نعطي الأدرينالين. جرعة 1 ميلي جرام الموجودة بالأسواق، أمبولة كاملة طبعاً، تكرر كل 3 إلى 5 دقائق، ما في أي جرعة عظمى، شد ما بدك أعطي أدرينالين، مهم أنت توقف قلب، فلازم تعطي أدرينالين كل 3 إلى 5 دقائق. بينعطى بجميع الطرق، وريدي عظمي وحتى عبر الرغامة، لكن إذا بدنا نعطي عبر الرغامة لازم نضاعف الجرعة، إنها ضعف ومددها بعشرة سي سي، 15 سي سي، مشان يعني نضمن وصول جرعة كافية. طبعا نعطي جرعة معناتها هون 2 إلى 2.5 ملغرام. الدواء الثاني هو الأميودارون، نستخدم الأميودارون عادة بالرجفان البطيني أو التسرع البطيني المعند. شلون يعني المعند؟ يعني بعد إجراء الصدمة الثالثة، نحن جانا المريض حطينا على المونيتور طلع رجفان بطيني أو تسرع بطيني، صدمنا، رجعنا بعد دقيقتين حللنا نظم لقينا رجفان بطيني، صدمنا، رجعنا بعد دقيقتين حللنا نظم لقينا رجفان بطيني أو تسرع بطيني وصدمنا. هون بعد الصدمة الثالثة لازم نعطي دواء مضاد اضطراب نظم. الصدمة الأولى والثانية ما في داعي، بس بعد الصدمة الثالثة، والجرعة بتكون هون 300 ملي جرام، الأميودارون بينعطى ب 300 ملي جرام، طبعاً نعرف إنه جرعة الأميودارون مثل ما احنا شايفين 150 ملي جرام، نعطي أمبولتين معناتها دفش وريدي سريع. نمدد ال 20 30 سي سي وندفشها بشكل وريدي سريع. طبعاً إذا نكس يعني بعد الصدمة الثالثة صدمنا أعطينا أميودارون 300، رجع نكس بالصدمة الرابعة نعطي جرعة ثانية هي 150 ملي جرام كمان خلال 3 إلى 5 دقائق. طبعا بينعطى بالوريد بالطريق العظمي لكن ما بينعطى عبر الانبوب الرغامي، هذا من الادويه اللي ما بتنعطى عبر الانبوب الرغامي. الحقيقه تحديث قديم جديد يعني ب 2019 تقريبا رجعوا دخلوا الليدوكاين، كان سابقا توصيات 2015 قالوا ما في داعي للليدوكاين ما بيفيد، رجعوا اكدوا على فائدته، فهو بديل عن الأميودارون، نفس الأعطاء بحالات الرجفان والتسرع البطيني المعند بعد الصدمة الثالثة. الجرعة الأولى هي 1 إلى 1.5 ملغرام على الكيلوغرام دفش وريدي سريع، منكرر نصف الجرعة يعني نصف ملغرام أو 0.75 ملغرام على الكيلو، يعني حسب اللي أعطيناها الجرعة الأولى من نصصة مثل الأميودارون، الجرعة الأولى 300، الجرعة الثانية 150، وهذا الليدوكاين بنعطى بجميع الطرق وريدي عظمي وعبر الأنبوب الرغامي. ننتقل لدواء سلفات المغنيسيوم، بينعطى بحالات الرجفان البطيني او التسرع البطيني المترافق مع متلازمة ترجح الذرة. اذا بده يكون حصرا في عندنا ترجح الذرة. اذا صار في عندنا تورسات دي بوينت نعطي سلفات المغنيسيوم جرعة 1 إلى 2 جرام دفش وريدي، مو تسريب هون لانه عندنا انعاش. فدفش وريدي بنمدده ل 10 سم بالسيروم سكري وبندفشه بشكل سريع. اما اذا كانت متلازمه ترجح الذره يعني خارج الانعاش او بعد مثلا عوده الدوران العفوي في نبض، فيعني يفضل سلفات المغنيسيوم ما تنعطى دفش وريدي، تنعطى بشكل تسريب خلال 5 دقائق أو 60 دقيقه، يعني 5 إلى 60 دقيقه. بنعطى عبر الوريد وعبر الطريق العظمي فقط، اذا هون انتبهوا ما بنعطى عبر الرغامه. سلفات المغنيسيوم احيانا ممكن نعطيها بشكل وقائي، اذا عرفنا بالقصه مثلا انه المريض عنده تطاول كيو تي، يعني هذا وقائي قبل ما يحصل عندنا تورسات دي بوينت، نعطي سلفات مغنيسيوم، او شكينا بقصه نقص مغنيسيوم، او بنعرف مثلا مريض مقبول عندنا بالمشفى وعنده نقص مغنيسيوم، او المرضى المشكوك فيه عنده نقص مغنيسيوم مثلا بيكونوا كحوليين او عندهم شاتكسيا الدنف، هذا يعني مثل القهم العصبي احيانا بصير عندهم نقص مغنيسيوم وبيكون هام وبيؤدي لاضطرابات نظم، فممكن بشكل وقائي نعطيهم سلفات المغنيسيوم. الدواء الأخير هو النالوكسون، نستخدمه لما في عندنا تسمم بالمخدرات وخاصة الأفيونات، أو حتى عند الشك فيها، يعني والله شكينا أنه ممكن يكون هذا المريض أخذ مخدرات حتى لو ما كان عنده، ما بيضر لكن يفيد كثير، خاصة المرضى اللي عندهم توقف تنفس أو مثلا يكون نبض شغال لكن تنفس واقف، بتنعطى بجميع الطرق وريدي أو عضلي وحتى إنشاقي عبر الرغامة. ممكن نحطها عبر الأنف 2 ملي جرام أو عبر الوريد والعضل 0.4 ملي جرام، ونكررها كل 4 دقائق حتى يستعيد المريض التنفس.
في اختصار للأدوية اللي بتنعطى عبر الأنبوب الرغامي، نبيل، نالوكسون، أي أتروبين، بي سالبوتامول، الإي إبنفرين، والإل لدوكاين. إذا لاحظوا لا في لا سلفات مغنيزيوم ولا في الأميودارون. أما الأتروبين فما حكينا عنه لأنه نحن ما بنستخدمه من العش قلبي الرئوي، لكن ذكرناه هون لأنه رح نستخدمه بعد عودة الدوران العفوي. أحيانا بيصير في عنا شوية اضطرابات نظم من بينات الحصارات فبنستخدم فيه الأتروبين، لكن ما بدي أشوف بالإنعاش القلبي الرئوي أبدا إعطاء أتروبين. لا يفيد الأتروبين بالإنعاش القلبي الرئوي. طبعا بس للأفيونات ملاحظة، هذا جايد لاين أو توصية جديدة أو ألغوريزم جديد. إذا في عنا واحد تسمم بالأفيونات نفس تقريبا الطريقة، نتحقق من الاستجابة، نطلب المساعدة ومباشرة نعطي نجيب النالوكسون ومزيل الرجفان إذا متوفر، ونشوف بقى إذا المريض عم يتنفس بصورة طبيعية فنتأكد إنه مجرى الهواء شغال، نعدل وضعية الرأس يعني حرر الطريق الهوائي، نعطي النالوكسون ننقله على المشفى طبعا مع التقييم المستمر للتنفس. لكن إذا المريض ما عم يتنفس بشكل طبيعي عنده تصبيط تنفسي بنشوف بقى النبض. ما في نبض معناتها صار عندنا لا نبض ولا تنفس، معناتها نحن انعاش قلبي رئوي. نجيب مزيل الرجفان، نعطي نالوكسون ويعني نتابع الانعاش الطبيعي. الله احيانا يكون ما في تنفس، تنفس مو طبيعي لكن نبض شغال، فهون بنعطي الانفاس فقط الانقاذي، ما في داعي للتمسيد، بس انفاس انقاذيه كل 5 إلى 6 ثواني نفتح مجرى الهواء، نحرر طريق الهواء ونعطي نالوكسون. زي جميع الأحوال رح نعطي نالوكسون، بس الاختلاف هون حسب الطريقة اللي جاي فيها المريض. نرجع نكرر، في تنفس معناته فقط بنعطي نالوكسون، نحرر طريق الهواء ونبعته على المشفى مع تقييم مستمر. ما في تنفس، ما في نبض، انعاش قلبي رئوي وبنعطي نالوكسون. ما في تنفس بس في نبض، نعطي بس تنفيس للمريض ونعطي النالوكسون.